ساعدونا في ضبط الفتيان ديالكم الاطفال بالمدرجات. وهكذا اصفرت مباريات نهائيه عن الفئات الثلاثه اي 11. فريق باريس سان جيرمان دار البيضاء في الرتبه الاولى مجموعه بفريق مغرب تطواني الصف الثاني اي 13 دون 13 سنه. وداد طنجه الرتبه الاولى. سبورتين شفشاون الرتبه الثانيه. بينما اي 15 الرتبه الاولى من نصف فريق سينيرجي بروكسل والرتبه الثانيه باريس سان جيرمان دار البيضاء. شكرا للجميع ونستعد ان شاء الله لدوري طنجه الدولي دوري المنظم من طرف جمعيه نهضه طنجه لكره القدم احتفاء بالذكرى 14 لميلاد صاحب السمو ولي العهد امير مولاي الحسن. اذا بعد اجراء المباراه النهائيه سننطلق ان شاء الله مباشره في حفل الختامي. واول لحظه ادعو السيد عبد الحق باخات المدير الرياضي المدير العام او المشرف على النهضه مدير نادي نهضه طنجه لكره القدم. السلام على اشرف المرسلين ابنائي الاعزاء واصدقائي في الميدان الرياضي ايها الحضور الكريم، انها لمناسبه سعيده في هذا اليوم للقاء الرابع للدوري ما بين فرنسا وهولندا وانجلترا وبلجيكا وبعض الفرق المغربيه الموجوده في هذه المدينه وفي دار البيضاء. فعلا هذا الدوري الذي سمي بالامير الجليل مولاي الحسن اللي في نسختها الرابعه حقيقه دوري يعني كيشمل واحد مجموعه اللاعبين الصغار لاعبين المستقبل. ونحن دائما في نهضه طنجه نرحب بهذا الشباب الصغار شباب المستقبل شباب الذين ضحوا وجاءوا من بلدانهم الى هذه المدينه ليشاركونا في هذا الدوري. شكرا لهم جميعا وشكرا لابائهم وشكرا للكومبانياتور ديالهم اللي في الحقيقه تو مسكر في سمعنا. و خلي الكلمه للسيد باش يعطي بعض النتائج ويعطيها لهم. شكرا. الصمدي نائب عمدة مدينة طنجة بالمناسبة لإعطاء كلمة بالمناسبة، تفضل سي عزيز. بسم الله الرحمن الرحيم، مرة أخرى أجدد الشكر الجزيل لنهضة طنجة على تنظيمها لهذا الدوري الدولي وعلى النجاح الحقيقة اللي حققوا هذا الدوري. كنتمنى لكم كذلك التوفيق في هذا المسار ديال هذا تنظيم مثل هذه الدوريات. ونحن كجماعه طنجه يعني كلنا مستعدون باش ندعموا مثل هذه الملتقيات اللي اكيد انها كتخلق واحد الديناميه في المدينه وكتعطي للمدينه واحد الاشعاع اللي احنا في امس الحاجه اليه. وكنحييكم وكنتمنى لكم النجاح والتوفيق ومسيره موفقه في المستقبل باش تطور هذا الدوري الى مستوى افضل. وشكرا. اذا قبل ما ندخل مباشره في الترتيبات النهائيه لتشويج المتوجين اعطي كلمه لدينامو تدورة دينامو المحرك الاساسي لهذه التدورة النسخة الرابعة والنسخ السابقة. سي الحاج عبد الرحيم كمراوي تفضل. سي السلام عليكم. باختصار انا كنشكر جميع من ساهم في إجاحة هذه التدورة اللي الحقيقة خلقت سي رشيد ماشي دينامو راه لينا كامل دينامو كلشي ساهم كلشي ادى واحد الدور باش نشرفوا هذه المدينه ولو رياضيا. وبالمناسبه الحضور ديال الاخوان اللي رئيس نائب عمده مدينه طنجه الكاتب العام ديال عصبه الشمال الاساتذه الكرام اللي حاضرين معنا رئيس المكتب المديري سعد حقبخات الدكتور امين بوخوزه هذا شرف لنا وهذا دليل وبرهان على النجاح ديال هذا الدوري هذا
وشكرا. شكرا للجميع. أدعو المؤطرين والمدربين والمشرفين على الأندية إلى منح كل إلى استخدام عميد الفريق أو ما ينوب عن الفريق في تسليم الشهادة التقديرية. وأدعو كذلك السيد الدكتور بوخمزة إلى تقدم إلى المنصة لتسليم الأندية كؤوس. إذا غنبدأ بالأندية عندي إذا قبل ما ننتقلوا